السلام عليكم خوتنا ومالي عشاقنا طورنا فلوت. اليوم جيناكم بموضوع جديد ولا هو كيفية انتاج طفرة تكساس في الهوغرومو او تكساس في الفولاذ. اخوان كنتمنىكم تشجعونا بلايك وبالبارتاج مع الناس اللي مهتمين. كنتمنىكم تشجعونا وتزيدوا في الاستمرار على باقي التفاعل طيح. والخوت كنتمنىكم تشجعونا لكينا واحد جيفواي على واحد شنيبرات ديال الهوغرومو ان شاء الله. كنتمنىكم تشجعونا وخليكم مع الانترو ونتلاقاو في الفيديو. كي كتشوفوا الاخوان بزاف الناس كيسولونا كيفيه انتاج طفره تكساس في الهوغروم. اخوان من الصفر، حنا الاخوان ما نهضروش على من الصفر لحقاش الاخوان ولا عندنا تكساس في الكريس موجود، في الدوبل كريس موجود، ولا واحد الثمن اللي هو زوين تقدر تاخذو وتخدم به. كي كتشوفوا معنا غناخذو الكاب تكساس كريس غنضربوه مع نتوا هوغرومو. من الاحسن الاخوان تخدموا تكساس ذكر لحقاش تكساس طفره مرتبطه بالجنس. كي كتشوفوا غنشدو ذكر تكساس كريس او دوبل كريس غنضربو مع نتوا هوغرومو، مستوى الاخوان يكون مستوى قياسي ومستوى طالع. وديما غنعاود نقولها لكم قصدوا الديور الكبار الخوت، عاوتاني غنقولها لكم قصدوا الديور الكبار باش الاخوان تخرجوا التكساس بواحد المستوى جيد وغتقلال عليكم الخدمه. غناخذو نتوا هوغرومو نتوا مستوى قياسي غنضربوها الكار تكساس دوبل كريس، مي غنلاقيو مع الاخوان ان شاء الله راه غيفرخو باذن الله غيفرخو الاخوان. غيعطيوكم نتاوي تكساس كورك كريس وغيعطيوكم الكره هوغرومو مستوى شويه ناقص بورتور ديال تكساس. غنعطيوكم نتاوي تكساس كورك وهوغو وكريس مستوى شويه ناقص. الكره غيعطيوهم لكم هوغو بورتور ديال تكساس وغيعطيوهم لكم كورك. غنشدو احسن كارت فيهم وغناخذو نتوما اللي غتعطيو اللي غيعطيوها لكم تكساس كور كل كريس. غنشدو الذكر غنديروه نتوا غنديرو كاينه تقدر تلاقي مع بعضياتهم ولكن ما غتطورش النيفو الاخوان، عقلوا على هذه النقطه راه ما غتطورش النيفو. غناخذو الذكر بورتور ديال تكساس اللي هو يخرج لنا في العشب زوين و الكور فراشات عندهم مزيانين والكور مزيان. غنضربوه نتوا هوغو مستوى طالع ما هز والو، غادي نضربوه ليها ان شاء الله غيخرجوا لينا وليدات غيكون فيهم اللي هز وغيكون فيهم اللي ما هزش. علاش الاخوان ما حدنا حنا باغيين نخرجوا واحد الدم خاصنا نضحيه، يعني ما خاصناش كي اللي غيخرج لي غيبغي يبيع، لا غنشدو داك الفريخه كامله وغنخدمو بها. غيعطيونا اش غيعطيونا الاخوان من اللي غنلاقيو داك الذكر بورتور مع نتوا هوغو؟ اش غيعطيونا؟ غيعطيونا نتاوي هوغو تكساس وغيعطيونا ذكورة بورتورة وذكورة ما هازين والو. يعني الاخوان حنا ما غنعرفوش في العش ما بين اللي هاز واللي ما هاز، يعني ما خاصنا نبيعو والو ونخدمو بكلش. غنشدو الى عطاونا نتاوي هوغو راه داكشي اللي بغينا غنخدمو بهم بطريقه سهله. عطاونا ذكورة فراشات زوينين غنردوهم داك النتاوي اللي عطاونا القبل في العش اللي قبل التفريخه اللي غناخذو فيها الذكورة اللي ما هازينش والذكورة اللي هازين. غنردوهم داك النتيوات اللي كورك غنجربوهم مع داك الذكورة اللي غيعطيونا في العش. يعني ملي غنجربو والنتاوي اللي غيخرجو لينا في التفريخه تكساس غنخدمو بهم عادي باش نحسنو المستوى، غنضربوهم بكورة بورتورا ديال تكساس. الخوت وهذا الشيء كامل الخوت كنتمناكم تقصدوا الديور الكبار في كل شيء الخوت.
كنتمناوكم تقصدوا الديور الكبار في كل شيء الخوت في الهوغو وفي التيكسار باش تخرجوا مستوى زوين. انا الخوت بالنسبه لهذه الكوبلة راه هي راه خدامه نفس الطريقه الخوت. انا عندي التيكسار في الهوغو رومو وهاد الكوبلة هذه خدامه بنفس الطريقه الخوت. كنتمناوكم الخوت تخدموا على راسكم وبغينا الولاعه تزيد تطور في المغرب. كنتمناكم تطوروا راسكم وتزيدوا تخدموا كنتمناكم تسجلونا بابوني وبليجيم وبالكومنتيرات وبالبارتاج مع الناس اللي مهتمين. خوت نتلاقاو في فيديو جديد وفي موضوع جديد ونتمناكم في الجيب واي ديال الهوغو رومو.